أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، طبعا مكملين معاكم في موضوعنا اليوم عن العنف ضد المرأة. طبعا العنف ضد النساء والفتيات هو أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارا واستمرارا في عالمنا هذا اليوم. طبعا العنف له أشكال كثيرة، الضرب، الاغتصاب، الإساءة النفسية، التحرش الجنسي، القتل والإجار بالبشر. نشوف معاكم بعض الأرقام اللي رصدتها الأمم المتحدة عن السيدات المعنفات في العالم. خلونا نشوف. بداية، ما هو العنف؟ كثيرات يجهلن معناه، وهو السلوك متعمد وعنيف موجه نحو المرأة، وله أشكال كثيرة سواء معنوية أو جسدية ينتج عنها معاناة وأذى كبيرين للسيدة أو الفتاة، وهو أيضاً انتهاك صريح لحقوق الإنسان. وبحسب الإحصائيات التي نشرتها الأمم المتحدة، فإن واحدة من كل 3 نساء وفتيات تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتهن. وفي عام 2017 تقول الأمم المتحدة إن واحدة من كل ضحيتين أو قتيلتين في العالم تم قتلها على أيدي عشائرها، يقابلها رجل واحد فقط توفي من بين 20 رجل في ظروف مماثلة. أيضاً 71% من ضحايا الإتجار بالبشر في العالم هن من النساء والفتيات، وثلاثة من أصل 4 منهن يتعرضن للاستغلال الجنسي. المؤسف حتى يومنا هذا هو أن معظم هذه الانتهاكات ما تزال بدون عقاب، لأن الضحايا لم يبلغن عن ما تعرضن له خوفاً من الفضيحة ووصمة العار. طبعاً مشاهدينا، احنا تكلمنا عن العنف ضد المرأة خلال الأسبوعين اللي فاتت، واخذنا حالات كثير من مختلف البلدان، لكن اليوم حنروح للبنان. في لبنان مثل الكثير من الدول العربية تغيب الإحصاءات الرسمية اللي بتوثق أعداد النساء المعنفات، ومعها تغيب قوانين الحماية. ومنذ سنوات تنشط الجمعيات والمنظمات لمواجهة هذا الغياب وتقديم الدعم للنساء المعنفات. هبة هو اسم مستعار لسيدة لبنانية لجأت إلى منظمة محلية اسمها أبعاد طلباً للمساعدة، فخلونا نشوف وياكم مشاهدينا الكرام قصتها. قبل سنوات قصدت هبة منظمة أبعاد طالب النصح والمساعدة لمواجهة تعنيف بدأ في بيتها العائلي ولم ينتهي في بيتها الزوجي. أنا ضليت 10 سنين مع طليقي، وكنت عم بتعنف وكنت كتير تعبانة، لحد ما حكيت حدا من أصحابي وقالوا لي إنه في جمعية بتقدر تساعدك. يلي خلاني كتير مرتاحة هو وجود البسيكولوج والأشخاص اللي كانوا عم بيفهموني انه انت انسان، انت من حقك تعيشي، فيك تدخلي حقوقك، فيك تعلي صوتك تدافعي عن حقك وتقول لا. يعني انا بذكر جمله البسيكولوج اللي كان متابعني قال لي اياها، قال لي انت طلعتي من حالتك، بس هيدا الشيء بمجهود بسيط منه، المجهود الاكبر كان منك. كل ما بضعف بتذكر هذه الجملة، بتذكر أنه أنا يلي بقدر أصنع القرار. كنت قاعدة بالبيت مثل ما مفهميني أنه المرأة حياتها بيت وطبخ وجري ومسح وكنيس، فينا نعمل كل هول وحدهم فينا نعمل شغلنا وحياتنا ومستقبلنا. يعني أنا هلأ بشتغل شغلتين، أنا هلأ مذيعة براديو، وبطمح بعد تصير مذيعة بتلفزيون وصير مشهورة ومعروفة. الهدف مش الشهرة، الهدف انه انا احقق ذاتي. لهبة واخريات من النساء اللي بيترددوا لمنظمة ابعاد، اول مدخل للخدمة هو الاستماع بغرفة استماع وارشاد مسؤولة عنه مساعدة اجتماعية متخصصة بالاستماع لحالات العنف، وبنعمل لأخذة العمل حسب هي شو حاجاتها. نحن بنقدم خدمات قانونية، خدمات نفسية، خدمات طبية، طب شرعي او طب نفسي، وخدمات ايواء، الى جانب خدمة الخط الساخن اللي هو 24/7 اللي بنستقبل فيه اتصالات النساء من كل لبنان. كمان نحن بأبعاد نشتغل على توعية، وهيدي من أهم مسارات العمل اللي بنشتغل عليها لرفع التوعية وتكسير صور نمطية أو بنى ثقافية بتحد أو بتقولب النساء بإطارات محددة. ممنوعة من العرض أغنية أطلقتها منظمة أبعاد أخيراً للإضاءة على الدور الريادي للنساء، لا سيما في زمن الثورة وفي كل زمن. أنا الزوجة، أنا الأخت، أنا الأم، أنا البنت. أنا البنت المختصة بجسدها وحقوقها، أنا مواطن فئة تانية ما بتصدقوها.